السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نديرو بغرير ناجح 100%. يمكن لك تطيبيه حتى يدخلوا عندك الضياف، ما كيحشمش وما كيخمرش. الا بغيتو تعرفوا السر تبعوا معايا الطريقة والمقادير. بالنسبة للمقادير، عندنا 3 ديال الكيسان ديال العنبة ديال سميدة رقيقة أو سميدة البغرير، 4 الكيسان ديال العنبة ديال الماء دافي، معلقة كبيرة ديال الفورس، ومعلقة صغيرة أو متوسطة ديال الخميرة، 3 ديال الأكياس ديال خمارة الحلوى، عندنا معلقة صغيرة ديال الخل، وعندنا الملح. أول حاجة كنديرو الماء، نضيفو السميد، دقيق، الملح، نخلطو مزيان هاد العناصر وهي الأولى، عاد باش من بعد نضيف الخمارة. من بعد غادي نضيف الخميرة ديال الدار، الخميرة ديال الحلوى، والخل، نخلطو مزيان ونرجعو. من بعد خوينا الخليط ديالنا في واحد الزافة كبيرة، وفرشنا هاد الزيت باش نحطو عليه البغرير، ودرنا المقلة تسخن على عافية مهيلة. ملي كتسخن المقلة نشاهدو دابا البوطة ماشي كيف ما في الأول كانت مهيلة، يعني كتقرا الطيب كنقصو عاود شويه. الأولى هذا وزنجهد في البوطة، الثانية باش ما نطولش عليكم، ونبقاو هكا حتى كنكملو.
البغريض اللي تيكون ناجح هو اللي كيبان لك كيبدا تسقط من الجناب. ها انتوما خليكم باش تشوفوا. ملي كتقرب الطيف كما العادة كنقصو هانتوما. هو هاكا حتى نكملو الخليط ديالنا. من بعد ما كملناه كيخرج تبارك الله، وهذا هو الشكل النهائي ديال البغريض ديالنا، كيجي غزال. انا قدمته هنا مع العسل، كليكم تقدموه مع يعني تدهنوه بالطريقه المغربيه بالزبده والعسل. يمكن لكم كذلك تنسموه بقشور الحامض، او لا بغيتو شكل مغاير ديروا البودره ديال الشوكولاته في الخليط. وبهذا كنقول لكم الى اللقاء، انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله.